الله عليه وسلم قال بسيئة رحمه الله اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناه هذه المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا الصلاة عندها ولا قصرها لأجل التعبد وجعل القبور في المساجد مما اتفق السلف على تحريمه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء من مساجد تحذر ما صنعوا. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ومن المخالفات التمسك بالقبور ورصد الدعاء عندها وهو محرم إجماعا. قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. قال مسلم فمن قصد القبر يدعو عنده يظن أن هذا أنفع فهذا ضلال بإجماع المسلمين ومما حرمه الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة والإجماع الأئمة. ومن المخالفات أيها المؤمنون تجصيص القبر والكتابة عليه وإسراته. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه. رواه مسلم. قال المرداوي رحمه الله بلا خلاف نعلم وكذا الكتابة عليه. ومن المخالفات أيها المؤمنون عدم احترام القبور بالمشي عليها أو بالمشي بينها بالنعل بدون حاجة كحر أو شوك. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ومن عدم احترام القبور الجلوس عليها. قال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. ومن المخالفات الصدقة عند القبور بطعام أو شراب من ماء أو نحوه. قال ابن تيمية رحمه الله إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهو يشبه الذبح عند القبر. وقال وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد المباركة عن إحضار كراتين الماء لتوزيعها على الناس حال الدفن خصوصا وقت الحرب فكان من جوابها أن هذا لم يعرف عن السلف الصالح وزمن الدفن يسير لا يحتاج إلى ذلك وفيه فتح باب الصدقات في المقابر وعليه فالواجب ترك ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المخالفات أيها المؤمنون تخصيص يوم لزيارة المقابر لاعتقاد خصيصة لهذا اليوم المحدد فهذا عمل محدث لا أصل له في الشرع
والمشروع زيارة القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار بدون تخصيص يوم لاعتقاد فضيلته. ومن المخالفات التحدث في أمر الدنيا والضحك ورفع الصوت عند الجنائز. رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة؟ لا أكلمك بكلمة أبدا. أخرجه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب. وقال قيس بن عباد رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وقال ثابت البناني رحمه الله: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا مقنعا باكيا. فرفع الصوت مع الجنازة منهي عنه. ومما يدخل فيه الوعظ والتذكير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه خلافا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجنبنا كل ما خالف هديه القويم ونهجه المستقيم. نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. خلق سوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. والصلاة والسلام على النبي الكريم والرسول الأمين، من قال فيه ربه جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا لما بعد الموت بالعمل في دار الفناء للفوز في دار البقاء. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أخرجه البخاري. واعلموا أيها المؤمنون أن مما يعين على ذلك زيارة المقابر. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وينبغي عند الزيارة قصد نفع الميت بالدعاء له. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها ماتك عن الخلق: أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. عباد الله، صلوا وسلموا على نبي الهدى والرحمة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد طالت الصلاة.
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر فرینڈز نماز جمعہ مسجد قباء میں ختم ہو گئی ہے. لوگ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت رونق ہے یہاں پہ. یہ وسیع کر دیا گیا ہے یہاں پر نمازیوں کے لیے. یہ ایک صحن بنا دیا گیا ہے جس سے نمازیوں کی بہت زیادہ تعداد یہاں پر آ سکتی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ میرے ساتھ خطبہ جمعہ کے دوران میرے ساتھ رہے, ویڈیو کو دیکھا. لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مسجد قباء سے آپ کی خدمت میں حاضر تھا شان سعودیہ. اللہ حافظ.